السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، حوا طيبه. المهم اليوم غنكونتروليو، يعني غادي نراقبوا الخليات اللي كنا عملنا عليهم هذوك التجربه. هذه واحد اليومين مراقبه ديالنا، ونلاحظوا واش كاين شي فعاليه ديال هذاك الدواء، واش عطانا شي نتيجه ولا ما كاينش. يلا هم معنا. واو، شوف 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 لافارو، شوف شوف هاد الحمرة كاملة لافارو طفيليات. شوف 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 الطفيليات. تغلي بقك قلوب على طهرة. اخوان كيف ما كتلاحظوا معنا ان الدواء ديالنا عطى نتيجه، نتيجه زوينه. هذه في مده يومين قدرت طاح الكميه هذه، غنخليوها مستمره. كل يومين 3 ايام غنبقاو نيطوايو هذا البلاطو ونعاودو نرجعوه، باش يعني هذاك لافارو اللي كطاحت حنا كنلوحوه على برا، باش ما تعاودش تنوض. واخا ان حنا دايرين ان هذاك الفازلين باش كتلصق، باش خا انها كتلصق وكتموت، حنا باش نساعدو نحل كتر ما نخليوش هاد الشيء يعاود يرجع. يعني كاينين شي وحدين كيجيو غير في الطرف و تيقدرو يرجعو، حنا باش بالنسبة نهائيا نحيدهم مرة. اوكي، من هذا المنبر، من هذا المنبر كنحيو الزميل ديالنا والرجل العظيم عمي بن سعلي، رئيس تعاونيات افرطان. تحية ليه من هذا المنبر، هو اللي زودنا بهذا العلاج. هذه مجرد مساعدة من عند الصديق ديالنا سي بن سعلي، تحية ليه، والله يطرح ليه البركة في رزقه وفي النحل ديالو، حتى هو نحل ما شاء الله عليه. هنا غادي نكونوا سالين المراقبة ديالنا، والحمد لله فرحانين بالنتيجة. وغادي ناخذ واحد الوقيته، نخصو واحد الوقت، وغادي نعمو العلاج على كافة المنحل. السلام عليكم.